من مزامير أبينا داود النبي. افرحوا أيها الصديقون بالرب وابتهجوا، وافتخروا يا جميع مستقيمي القلوب، من أجل هذا يبتهل إليك كل القديسين في أوان مستقيم. هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير. وكانت بينهم أيضا مشاجرة أنه من منهم يكون الأكبر. فقال لهم: ملوك الأمم يسودونهم، والمتسلطون عليهم يدعون المحسنين، وأما أنتم فليس هكذا، بل الكبير فيكم ليكن كالأصغر، والمتقدم كالخادم، لأن من هو الأكبر؟ الذي يتكئ أم الذي يخدم؟ أليس الذي يتكئ؟ ولكني أنا في وسطكم كالذي يخدم. أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي، وأنا أيضا أكرر لكم ملكوتا كما كرر لي أبي، لتأكلوا وتشربوا معي على مائدتي في ملكوتي، وتجلسوا على كراسي، وتدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر. والمجد لله دائماً.